سماحة الشيخ، أرجو عندما أعرض الرواية أن ينفيها أو يثبتها، وأنا لا أريد أن أعرض شبهة والله العظيم، بل أريد أن أتبين الحقيقة فقط. عندما يقول صاحب كتاب فتح المنعم، فتح المنعم شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين، الجزء الخامس صفحة 622، هات القضية مباشرة، أنه يدخل عليها الغلام الأيفع، يدخل على السيد عائشة الغلام الأيفع، وكانت عائشة ترى أن أرضاع الكبيرة يحرم وأرضعت غلاما فعلا. يا أخي اخرس 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 اخرس، كفاكم كفاكم، يعني ألا هناك أمر يمنعكم من أن تقعوا في عرض أم المؤمنين؟ كفاكم. عبد الله السلام عليكم يقول ويقسم أنه لن يسوق شبهة، ثم يأتي بشبهات في أم المؤمنين، قطعت ألسنتكم، كفاكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله وبياك. شيخنا عندنا سؤال. تفضل. نعم شيخنا الكريم، في مسألة المرأة وما تكلمت عنها منه يجب احترامها ويجب تقديرها. نعم. ولكنني قرأت رواية حقيقة في مجمع الزوائد بأن أبو بكر عندما دخل على رسول الله في حادثة الأفك قال لرسول الله ماذا تقول في التي قد خانتك وفضحتني؟ هل كان أبو بكر يشك في عائشة هنا؟ أما السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، إنه عائشة في فتح المنعم وفي شرح صحيح مسلم إنه كان يدخل عليها الشاب الأيفع، وكان اقفل على الكلب الرافضي هذا، اقفل، شيعي رافضي خسيس يريد أن يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المجرم يريد أن يقول بأن عائشة اتهمت من قبل أبيها، قطع الله لسانك، قطع الله لسانك، ودمر بنانك، وأحرق جسدك، وأرى العالمين آية فيك. أتتكلم في عبد الحبيب؟ أتتكلم في حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، والذي برأها هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ أتطعن في التي مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وصدرها؟ أتطعن في الطاهرة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه وأرضاه؟ أتطعن في التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحب امرأة إليه من النساء؟ أتطعن في المرأة التي نزل الوحي في حجرتها في بيتها وهي موجودة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أتطعن في التي زوجها ربنا للنبي من فوق سبع سماوات؟ أتطعن في التي حمل صورتها جبريل يريها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها زوجته قبل أن يتزوجها؟ أتطعن في أشرف مخلوقة وهي زوجه في الدنيا وزوجه في الآخرة؟ أتطعن في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول أنها كانت تدخل الشباب كذا، أي للفاحشة عندها؟ أسأل الله أن يحرق جسدك، أسأل الله أن يدمر بنانك، أسأل الله أن يمزق صفك، أسأل الله أن يبتليك في عرضك وفي نفسك. أتتكلم في عرض الحبيب؟ أسأل الله جل وعلا أن يعافينا من سماع صوتك حينما يدخل خليجي رافضي، لا تسمح له بحرف واحد، بحرف واحد. اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا، اللهم اغفر لنا ما سمعنا. ماشي. ورد في فتح المنعم في شرح صحيح، في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين، الجزء الخامس صفحة 622، أنه قال إنه يدخل عليها الغلام الأيفع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها، فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا رأي رأته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم.